السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم خوتي كالعاده سيزر شي ما يحملش الناس اللي تنتقدوا، وما يحملش الناس اللي يقولوا كلمه الحق. سيزر شي يريد تكميم الافواه ويريد وعقوبه كل من يتكلم ضده، ونسي زاتشي انه كان سابقا رئيس فريق وما زال الان رئيس فريق رغم تسيير اخيه لنادي بارادو. زاتشي سابقا كان هو رئيس نادي بارادو، ولما كان هو رئيس نادي بارادو كان ايضا يدافع على النادي نتاعو بشتى الطرق، وحقه بصح مادام ناس في الوسط الرياضي اللي واجهوك وقالوا لك واش كنت تدير، لازم تجيب الحجة وتقاضيهم في المحاكم باللي هذا من الناس قذفوك ولا هاجموك بدون سبب ولا بدون دليل، مش تضغط على الرابطة وعلى لجنة الانضباط باش تعاقب الناس. هذوما من بين العقوبات الغير معقولة، انه شخص اتهم زاتشي انه رتب مقابلة، اراد ترتيب مقابلة مع نادي المدية، عاقبه بمدة سنة نافذة من غير معقول، من المفروض ما كان حتى عقوبة. إذا هذا الإنسان اتهمك بالباطل وكان اتهاماته يعني فيها مساس بشخصيتك ولا مساس بسمعتك، تذهب لينتويه للعدالة مع مرافقة التحقيق من قبل السلطات الدولة الجزائرية، من قبل وزارة الرياضة، من قبل العدالة الجزائرية، يتم التحقيق في اتهامات اللي يقدمها على سبيل المثال حركابي، وايضا يتم التحقيق مع زاتشي خير الدين زاتشي اللي رئيس النادي بارادو سابقا. هذا امر، هذا في اي دولة عادية، ما نقولوش اوروبا. اوروبا مادام واحد يقول كلمة كما هذه كامل تدخل التحقيق وتحقيقات عميقة. احنا ما نقولوش اوروبا، اي دولة عادية، اي دولة هزو، اي دولة عربية، شخص يتهم بترتيب مقابلة وهذا الشخص هو رئيس اتحادية، ما فيهاش تمسخير. تحقيق طرف الاول حركابي، طرف الثاني خير الدين زاتشي اللي يتهمه حركابي، والدولة تحقق معهم، تحقق على تحقيق شامل، مش ممتلكاتك، كل شيء داخل في التحقيق. النادي اللي لعبت ضده، النادي اللي هذا، يجيبوا مسؤولين نادي المدية، يجيبوا تحقيق شامل ودقيق. احنا العكس للأسف، وهذا الشيء تحقيق باش يكون لازم يحركوا الرأي العام يتمثل في الصحافة، يتمثل في الجمهور، والدور الكبير يكون من طرف الصحافة ووسائل الإعلام، لازم هي اللي تتحرك وتنور الرأي العام وتضغط على المسؤولين الدولة باش الدولة تتحرك وديرت اتخذ اجراءاتها في التحقيق. لكن كما تعرفوا زاتشي الناس كامل الصحافه اصدقاء وداير بهم حاشا البعض، عارفين باللي زاتشي كيحب يشريهم كامل. لو تشفاو تتفكروا الاحداث المؤسفه اللي صرات في ضد نادي بارادو مع نادي شباب القبائل في ملعب بولوغين، احداث الخطيره والكارثيه. من المفروض عقوبات شديدة على نادي بارادو ومسؤولي نادي بارادو، أقل شيء عام، ولا واحد تعاقب، ولا واحد. ضرب صحفي بكف من قبل نادي بارادو، مسؤولي نادي بارادو، مصور تم نزع له الكاميرا وغطوا له الكاميرا وما خلوش يصور، من ابن زاتشي. بعض المعلومات تقول ابن زاتشي، احنا ما يهمناش ابن زاتشي من ابن فلان، يعني مختصر مفيد، يعني من جماعة بارادو، مسؤولين نادي بارادو او الملاك او ملاك نادي بارادو، ابن زاتشي، ابن فلان، ابن زيد، ابن عمر، هذه كل ما تهمش. صحافي ما خلوش يصور، منعوه ضرب، مصور ما خلوش يصور، كاميرامان ما خلوش يصور، الصحافي ضربوه بكف. اين هي العقوبات؟ اين لجنه الانضباط؟ اين الرابطه من الاحداث اللي صارت؟ ولا واحد يتكلم. صحافة صم بكم عمي، ليسونسيال مادة،
اسونسيال المادة. من بعدها يجي زرشي يعاقب حركابي بعام رغم انه يستاهل. علاه يستاهل؟ من الافضل انت اتهمت انسان، ابقى في رايك، قلت باللي زرشي حب يرتب مقابله ابقى في رايك. بعد مش تعيط لك الهداف اللي هي صديقه الصدوق لزرشي والمكتب الفيدرالي تعود تمحلس وتشيت خلاص شيت ما بقاش. وهنا هنا نرفع القبعه لزرشي، ضرب ضربك بالثاقين لانك شيت. ابقى في رايك، شوفوا ملال، خذوا العبره من ملال. ملال انسان عنده مواقف، عنده موقف ثابت، نتفقوا ونختلفوا مع تصرفاته ولا اموره حياته الشخصيه وكذا، هذه امور تخصه كمسؤول، عنده بصمه كمسؤول، عنده كلمه، عنده هيبه. الراجل مواقف، الراجل مواقف. ملال مواقف، من ليه المواقف؟ قلك بأخذ طوريسانك في الحيط، كي زرشي، كي مدوار، كي ما على باليش بيكم خلاص. هذا موقف. أما جيني تاع المدية بو خلقال ولا بو خلخال، سيد مساعد نتاعك تهم زرشي، يا إما تجي معاه يا إما توقيلو، تعودش تضرب الشيتا لزرشي، هاو زاد عطاك، ضربت الشيتا لزرشي زاد عطاك. سيسبوندك الله أعلم ثلاثة شهور، يعني زائد عقوبة أخرى لعلم ليلة، مسؤول علم ليلة واسمه بن صيد نفس الشيء، تتكلم من عقبك. لو هذا من رؤساء الفرق رجال وعندهم وأصحاب مواقف وأصحاب مبادئ، نجتمعوا كامل كما رانا. الانسان هذا ظلمنا وقاسنا، وزرواطي ما ننساش زرواطي اللي ضربوا 6 اشهر وكامل التهم، ما عندكش حق باش تعاقبنا. تعاقبنا الرابطه ولا تعاقبنا لجنه الانضباط، نتكلموا فيك خويا بيناتنا العداله. الا حسيت بيا قذفت فيك ولا تكلمت في امور تخصك ولا الاسره تاعك ولا العائله تاعك ولا امورك الشخصيه تاعك ولا قستك ولا شتمتك ولا قذفت فيك، بيناتنا العدالة. هذا من رؤساء الفرق اللي يخموا، خلوا أموركم بينكم بالعدالة. بصح باش تهجم عليهم بعد ترجع تشيتلو، هذه مش رجولة، هذه مش مواقف. الراجل يبقى في موقف واحد، قلتلكم خذوا، قلتلكم خذوا العبرة من ملال، خذوا العبرة من ملال. نرجعوا لخير الدين زرشي. يا خير الدين زرشي، من المفروض ما تستعملش النفوذ نتاعك بعد الاحداث الخطيره اللي صرات في مقابله بارادو وجيسكا وتجاوزت الخطيره من قبل مسؤولين نادي بارادو. استعملت النفوذ نتاعك باش ما تجيكش عقوبه لانك رئيس اتحاديه. لو كنت في دوله اخرى تتم محاكمتك على هذه التصرفات نتاعك والنفوذ نتاعك. النفوذ نتاعك خلى النادي نتاعك ما يتعاقبش. مسؤولين، انا كي نقول مسؤولين خاطر بارادو معروفه ما عندهاش قاعده جماهيريه، مسؤولين نادي بارادو هما اللي اعتدوا على الصحفي واعتدوا على المصور. لو كانت في دوله اخرى، ما نقولوش دوله القانون ولا دوله اوروبا، ما نفوش روحنا باوروبا، اي دوله افريقيا العالم الثالث، تصرى نفس الاحداث، الرئيس الفيدراليه يتعاقب بحكم انه هو رئيس النادي، يتعاقب والنادي تاعو يتعاقب الا ما هبطوش الدوزيام ديفيزيون. لكن ولا عقوبه صرات، ولا عقوبه صرات، بل بالعكس كاين صحفيين اللي قال لك، كاين صحفيين تعرفوهم يتبعوا ديما مع زرشي، قال لك يا ولدي الصحفي ذاك يستاهل الضرب. شوفوا صحفي يستاهل الكف، صحفي يشهد على صحفي يقولوا يستاهل الكف، واحداث السبب نتاعها ملال وجماعته. يا اخي بارادو اللي تستقبل، هل ملعب لوبين هو ملعب شبه القبائل؟ نكونوش اغبياء ولا نكونو نتبيصو شويه ونلعبوها مجانين. اذا بالمختصر المفيد خوتي، زرشي من يتكلم سوف اعاقبه، من يتكلم ضدي او يريد ان يفضحني سوف اعاقبه، لانني رئيس الاتحاديه اعمل وافعل ما اريد وافعل ما اشاء. وقال لكم طز فيكم، سمحوا لنا بالكلمه التعبير هذا، طز فيكم في رؤساء الفرق ورؤساء النوادي، ما فيكمش راجل. الراجل الوحيد اعتبره ملال، الراجل الوحيد
لو اديتوا موقف كما من الليل هذا رئيس الاتحاد يدركم ألف حساب، يحترمكم يقدركم ويدركم ألف حساب، بس صح انتم ما درتوش احترام لنفسكم، ما قدرتوش لنفسكم. الرسالة الأخيرة والميساج الأخير للأنصار، اوقفوا مع الفرق تاعكم، كل المناصرين فرق اوقفوا مع الفرق تاعكم، راكم رايحين مرحلة صعبة، مرحلة الأربع جولات خمس جولات الأخيرة أصعب منها ما كانش. اوقفوا مع الفرق تاعكم، دافعوا على الفرق تاعكم، ما تخلوش حقكم يروح. هذا هو في الأخير خوتي، ملاقاتنا مع مزمن فيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.